بمشاركة دولة الكويت. انطلق اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، والذي أقيم تحت شعار عصر جديد من المعادن، الذي تستضيفه مدينة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. المزيد من التفاصيل في سياق التغيير التالي فلنتابع. بمشاركة دولة الكويت انطلق اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين تحت شعار عصر جديد من المعادن في إطار مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه مدينة الرياض، ويستمر لمدة 3 أيام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. حقيقة هناك فرص استثمارية طرحت في المؤتمر، راح تطرح بكرة في المؤتمر وحاليا في الدائرة المستديرة. هذه الفرص تقريبا 6 فرص استثمارية في المملكة العربية السعودية، منها التنقيب عن المعادن، من أهمها الذهب والحديد والزنك والمعادن الأخرى في المنطقة. وإحنا في دولة الكويت إن شاء الله واحد من التشين المربوطة في هذه الصناعة، ودخلنا في منصة إلكترونية في إنتاجات المصانع المحلية موجودة حاليا في المنصة اللي تم تطبيقها في المؤتمر السابق. وشهد الاجتماع الوزاري مشاركة دولية وإقليمية واسعة لعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من 60 دولة، وحضور ممثلي 10 منظمات إقليمية ودولية. هذا العدد وهذا الحضور يعني يدل على مجموعة أمور مهمة. أولها هي أن المملكة تحتل مكانة مهمة في العالم وفي المنطقة، واليوم مع رؤيتها الاهتمام بالأنشطة التي تقوم بها المملكة دائما هي محل التقدير، لأنها يتم عملها بشكل جدي وتأخذ في عين الاعتبار مصالح الجميع. الأمر الثاني أنه هذه دلالة كبيرة على أنه هذه الدول المشاركة 60 دولة بالفعل هي تحس بأهمية الموضوع وكيفية التعامل مع قطاع مهم مثل قطاع التعدين، لأهميته للصناعة وللتقنية وللتحول للطاقة النظيفة، ولأيضا أثره الاقتصادي على الاقتصادات المختلفة، وأثره المجتمعي على المجتمعات، وأثره البيئي، وأهمية أن تعمل الدول معا للوصول إلى الحلول الملائمة. هذه الصناعة في الحقيقة مهمة جدا في استشراق المستقبل، لننظر للتحول الطاقة النظيفة في للدول العالم في 2050 اللي هو الحياد الصفري، فهذه المعادن تساهم على هذا الحياد الصفري لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة. وتطرق الاجتماع إلى مجموعة من الموضوعات الملحة، منها تنمية المنطقة وزيادة مساهمتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام، وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية من خلال رفع مستوى الشفافية، وتطوير المنطقة لتصبح مركزا متكاملا لإنتاج المعادن الخضراء. تسعى المملكة من خلال استضافة هذا الاجتماع والمؤتمر إلى استشراف مستقبل صناعة المعادن وتطورها لزيادة مساهمة المنطقة في إمداد معادن المستقبل. مبارك العنزي، تلفزيون دولة الكويت، الرياض.